بنسبة تتخطى 90%، ما زالت مصر تعتمد على مصادر تقليدية غير متجددة لتوليد الكهرباء، بينما وكعرض مباشر لمرض الزيادة السكانية يزيد استهلاك المصريين للطاقة بحوالي 6% كل سنة، ما يشكل عبئا ثقيلا على الموازنة العامة للدولة وعلى الحكومات وبالتالي على المواطنين المستهلكين، فضلا عن تحديات أخرى موروثة عبر عقود يواجهها قطاع الكهرباء. التحديات اللي واجهت قطاع الكهرباء كان في 4 تحديات أساسية، كان عندنا عجز في قدرات التوليد، كان عندنا اعتماد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية في تشغيل محطات الكهرباء، فلما حصل في نوع من المحدودية في الإمداد بالوقود تأثر الإنتاج. أيضا كان هناك عندنا برامج صيانة المفروض نعمل الصيانة ديت ونخلصها، كان المفروض في شهر مايو قبل دخول الصيف، اللي احنا فعلا يعني ما قدرناش نخلص كل هذه البرامج، وبالتالي دخلنا في صيف 2014 بجزء من المحطات مش قادر يقدر يشتغل في المحطة يطلع كهرباء على طول زي ما احنا عاوزين. أيضا حصل بعض الأعمال التخريبية لمكونات الشبكة الكهربائية كان لها تأثير سلبي على إمداد الطاقة الكهربائية. التأثير السلبي على إمدادات الطاقة الكهربائية ربما بدأ ينحسر وتقل فاتورته، سيما مع وجود رؤية مستقبلية متكاملة لخريطة مصادر الطاقة بالبلاد، في وقت تغبط فيه كثير من الدول مصر على موقعها بطبيعته الجغرافية والذي وهبها امتيازات شتى، لأن الاستفادة المناسبة من هذه الميزات كفيلة برفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة لمستويات هائلة وفي مجالات غير محددة، بدءا بتوليد الطاقة من مياه السدود النهرية على مجرى النيل، مرورا باصطياد مسارات الرياح بمناطق البحر الأحمر، وانتهاء بامتصاص خيرات أشعة الشمس في الجنوب المصري. والكل لا ينكر حجم التطور الذي شهده قطاع الكهرباء منذ العام 2014. أنا عايزين نفتكر سنة 2014 وكان رد فعلنا على موقف الكهرباء في مصر عامل ازاي، وكان قدامنا خيارين، ان احنا نعمل اجراء يعني نرمم بيه الحالة بتاعتنا بان احنا ندخل الخطة العاجلة ويبقى خلص وتبقى الشبكة بتاعتنا بنفس مستوى الشبكة اللي كانت ممكن تكون جيدة من 40-50 سنة، لكن دلوقتي حصل تطور كبير جدا في وطن أو في دولة كانت عددها في الوقت ما اتعملت الشبكة دي 20-25 مليون ولا 30 مليون، وهي دلوقتي بقى 100 مليون. وفي نفس الوقت لو احنا بنتكلم على استثمارات حقيقية للصناعة ونقول وللزراعة وللنمو العمراني المحتمل خلال العشر سنين القادمين، لو كنا احنا اكتفينا بحل مش عارف اسمي الحل ده ايه، مسكنات يا فندم، مسكن كهرباء جت، لكن احنا وده مهم قوي ان انا اكده معاكم، نحن ان شاء الله لن نعمل امور نص ونص. نص ونص مفيش في اي مشروع هنعمله، بعمل اصلاح اقتصادي هعمله اصلاح اقتصادي 100% عشان البلد دي تقوم مرة تاني ومحدش يقدر يوقعها. مش هنعمل حاجة نص نص تاني، مفيش نص نص، احنا بنعمل حاجتنا 100%. وبنسبة 100% يؤكد أهل العلم والاختصاص أن مصر تنبهت الآن لضرورة زيادة النسب المتواضعة لطاقتها المتجددة، حيث أعلنت الحكومة بالفعل أنها ستوفر 20% من الاحتياجات الكهربائية عبر إنتاج الطاقات النظيفة بحلول عام 2020 كخطوة أولية إلى أن تتعدى النسبة 40% عام 2035.